بصراحة متنفسنا الوحيد هو هون بالمحرر، يعني جمع أهل حمص كلياتهم، حتى حمص المدينة مع الأريافة من الشرق للغرب مثلا أو من الشمال للجنوب كمان. فنحن هون كتير يعني بدك تحكي جمع كتير شعب حمص كلياته، حتى في ناس جدنا مثلا من عزاز من عفرين من الباب من جرابلس، كل واحد حمص صار يسمع أنه في نادي مثل مدينة حمص صار يجي لهون لمدينة إدلب. كانت الجمع اللي حضرني هاي الكأس شاف قديش كان في حضور جماهيري لشعب حمص خصيصا. يعني والله الاجواء جيده ما شاء الله، الشباب بصراحه الجمهور حمص معروف يعني بيعطي دائما نكهه للمدرجات، حتى بشهاده كثير من الناس والاعلاميين. نادي بنيش هذا الموسم بدايته كان له بدايه غير موفقه، اصابه الايتو مؤثره على الفريق، اصابه احد اللاعبين كمان بنيش أثرت كثير على الفريق. في بداية الدورة كان جمهور يجي كله يتابع، يعني أول بوي كان جمهور بنيش له صولي، جمهور بنيش له صولي جولي بأول الجولات، ولكن على يعني شو قال لي توفيق الفريق خسارات جمهور قل شوي، ولكن ارتباطنا نحن هني هون بالقلب، جمهور بنيش نادي بنيش بالقلب. طبعا طموح الفريقين اليوم متقارب كثيرا، الفريقين في محاولة الهروب من شبح الهبوط، بنيش في وضع يرثى له نتيجة عدم التوفيق في المراحل السابقة، بالمقابل فريق حمص العادية بعد النتائج السيئة في بداية الموسم استطاع أن يخرج من الكوب ويسجل انتصارين متتاليين في بداية الإياب، جعلوا حظوظه أفضل بالهروب. الآن في سلم الترتيب يتقدم حمص العادية على بنش بفارق مريح، ولكن يبقى حمص العادية في دائرة الخطر. الفوز اليوم سيجعل من حمص العادية بعيد ولو بنسبة 50 إلى 60% عن مناطق الهبوط، وسيدخل المناطق الدافئة في حال استطاع تحقيق الفوز. لاعب نادي بنيش المركز مهاجم، يعني عم نلعب بالدوري الدرجة الأولى، وصلنا بالمرحلة 17، الحمد لله يعني الوضع الرياضي عندنا هون في الشمال السوري المحرر صار كتير جيد بعد هالملعب وبعد هالدوريات اللي بتصير، هبوط أندي وصعود أندي من الدرجة الثانية. مجريات المباراة هلا بنلعب مع نادي حمص، نادي كتير كبير، 1-0 لنادي حمص، تأخرنا بالمباراة في الشوط الأول 1-0، طبعا يعني بإذن الله الشباب أدى وفي إن شاء الله رح نرجع في المباراة في الشوط الثاني. سيد رمضان لاعب نادي حمص العادية، اليوم عندنا مباراة مع نادي بنش، الحمد لله انتهى الشوط الأول بتقدمنا 1-0 على نادي بنش. نادي بنش مثل حكايتنا اليوم الفرق الثمانية تقريبا عم تصارع الهبوط، والفرق الأولى الثلاثة اللي هي عم تقاتل على الدورة، إن شاء الله يا رب تكمل معانا ونفرح الجمهور اللي جاي ونفوز إن شاء الله. الدورة صعب بده تعب وبده جهد، وإن شاء الله رب العالمين يعني بيكرمنا ومنتم بالأولى هاي السنة والسنة الجاي نشتغل على شيء أفضل وشيء يحصل بطولة إن شاء الله بإذن الله.